بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم في هذه الحلقة مواصلة لأحاديثنا السابقة في موضوع الأحاديث القدسية. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. أيها المستمعون، هذا حديث عظيم يبين ما تضمنته سورة الفاتحة من المعاني الجليلة والأسرار العظيمة والخير الكثير الذي يناله العبد من قراءتها في الصلاة. تلك السورة التي أوجب الله علينا قراءتها في كل ركعة من صلاتنا، فرضها ونفلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي متضمنة لأعظم الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وبعد قراءتها يشرع أن يقول آمين، ومعناه: اللهم استجب هذا الدعاء. قد وعد الله بالإجابة بقوله: ولعبدي ما سأل. والفاتحة سبع آيات، ثلاث آيات منها ونصف لله عز وجل، وذلك من أولها إلى قوله: إياك نعبد، وثلاث آيات ونصف للعبد، وهي من قوله: وإياك نستعين، إلى آخر السورة، وذلك لقوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة. النصف الأول حمد وثناء وتمجيد لله عز وجل، والنصف الثاني سؤال من العبد لربه أن يعينه ويهديه الصراط المستقيم الذي هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى ومن سلك سبيلهم. ومن المناسب أن نعرف معاني هذه السورة العظيمة باختصار، فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، وأل فيه للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. والله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله المعبود لقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض. والرب معناه المالك المتصرف. والعالمين اسم لكل ما سوى الله من المخلوقات، فرب العالمين أي مالكهم والمتصرف فيهم ومربيهم بنعمه وتشريعه، وكل ما سواه من ملك ونبي وإنس وجن فهو عبد مملوك لله سبحانه. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، أحدهما أبلغ من الآخر، أي أكثر من الآخر رحمة. وقوله: مالك يوم الدين، وفي قراءة: ملك يوم الدين. الدين هو الجزاء والحساب، وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف الملك إلى يوم الدين
لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر الله في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك كما ذكرها في آخر سورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينها في أول القرآن ثم في آخر القرآن إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها. وقوله تعالى إياك نعبد أي إياك نوحد ونخص بعبادتنا، والعبادة كمال الخضوع وكمال المحبة والخوف والذل، وقدم المفعول إياك وكرره للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك. وقوله وإياك نستعين أي لا نطلب الإعانة إلا منك وحدك، ومعنى الآية لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، الأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول ومن القوة. اهدنا الصراط المستقيم دلنا وأرشدنا ووفقنا لسلوك الطريق الحق الموصل إليك وإلى جناتك ورضوانك، وصراط الذين أنعمت عليهم وهو صراط الذين أنعمت عليهم وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي جنبنا الطريق المخالف لطريق المنعم عليهم وهو طريق المغضوب عليهم، وهم كل عالم لا يعمل بعلمه كاليهود، وطريق الضالين وهم كل من يعمل بلا علم كالنصارى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبري من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وإلى دعائهم له بتثبيتهم عليه حتى يقضى لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسية يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء. اشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله، واعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الألوهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الألوهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم متعلق بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد وتفرد الرب بالحكم إذ ذاك بين الخلائق،
تضمنت إثبات النبوات، تضمنت الرد على كل الطوائف المنحرفة، وبين ذلك رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.